ما فديتش منه المهرجان النهر كل فيه مع الحيوط الكلام اللي تقول فيه لو كان سمعك وزير الثقافه راه بعد وحطك في بلاصه دي كريتيك دي بلاصين ماهمش بلاصتهم تيحسبني في روح وزير الثقافه يسكت يا ولدي صلي على النبي اذا كان ما تعرفوش لي فما ليس ما قاعده تبنك زي شنو انا وين عايشين مش كده كلمتي وروح سيدي مش باقي معاك مش ياكل ولا نشرب يا صديقي ما تصعدهاش ما تصعدهاش البارح قريب قوم تبكي باش عيطنا لهم الكل يزي يا بشير روحك شويه الكونفرنس بدات بنقاشات حاده وبدات بشويه غش وعرك وفما اعلاميين هزوا رواحهم وروحوا على برشا حاجات على اعضاء اللجنه على البرمجه نتاع العروض السنه نتاع المهرجان وحتى على المكان اللي عملنا فيه الكونفرنس اي صحيح وانا نعترفوا لي ثم حاجات صارت هي مش مفاجاه كنا نتوقعوا ثم باش يقع نقد واعتراضات وتساؤلات ثم اخطاء نعترفوا بها احنا كمسؤولين على المهرجان يمكن ما كانش فيها اجماع الاختلاف صار على اختيار المكان هذايا مش مشكله خلينا نوعوا شويه اون بليس باش نعملوا كونفرنس في بلاصه واحنا نحبوا كلي حبينا عشاء وجو تحفون اجواء حميميه ونقربوا الناس بعضها باش نعملوا كونفرنس او سان دو فيستيفال وبعد كده نكملوا الكونفرنس ونطلعوا للريستورون اللي هو يبعد تقريبا 10 مينوت دونك انا بريفيري هكا اكيد فما برشا حاجات ما تعجبش ديجا فما اجابات جاوبها عضو من هيئه المهرجان ما تليقش يظل في الوقت هذا وفي وقت الثوره ووقت اللي تبدلت اللغه وتنحات اللغه الخشبيه وتنحات كذا ما نتصورش انسان يعني في هيئه وانسان مسؤول في مهرجان وفي جمعيه والمهرجان هو جمعيه بالاساس ما نتصورش يعني مستوى نتاع مسؤول يتكلم هكا التشنج يمكن ما كانش في مكانه ثم الاطلاقيه في اصدار الاحكام على مهرجان يعني اخذ الامور في وقت محدود كانت عنده ضائقه ماليه خانقه ثم ما عندوش تجربه على مستوى يعني اعداد مهرجان ما برشا كلام تقال في النادي هذول ما عجبكش من برشا صحفيين اي ما عجبنيش على خاطر المتفرج فارس لو كان راونا كيفاش فهمتني ولا لا خذينا التران كما قلت قبيليك في قناه اخرى مش تران ومارش تران خلط الديستيناسيون وعملنا بالجهد اللي هو متاعنا بال 14 ساعه قاعدين نخدموا وصلنا حتى ما نخلطوش باش نروحوا نفطروا نروحوا نعملوا لينا منو فطور منو عشاء دوزونا باش نجمنا كونا هل لافون بروجي براتيكمون افون بروجي وتجي عباد يبوزيو لك دي كيسيون تافهه ما عندها حتى دخل اوكان رابور مع المهرجان كونسيرنون الهيئه ماكم تعرفوا ما كانتش باش تكون دي فيستيفال في يا ابان اموا يمكن ولا اموا يدمي ما في بالنا بحد شيء وجات الدنيا كل مع بعضها داير النيابه الخصوصيه اللي رئيسها سي محمد صالح فليس بيان سور خونا الكبير معنا شهرين تكونت اللجان وتكونت منهم اللجنه لجنه الثقافه ولجنه الثقافه والشباب والرياضه فما لجنه نتاع المهرجان توا وين قروا البرنامج اللي اعطيتونا اليوم في الكونفرنس معناتها كل شيء جينا اخر لحظه ثم كما كنت نحكي ارتجال مش على مستوى مهرجان بنزرت نقول حتى على مستوى الوزاره من ثم الاحداث قاعده تتسارع وكنا نقاور احنا من امام مفاجات لجنه جديده تقطع مع العهد السابق ومنطقيا معناها الناس ما عندهاش خبره في ضبط برامج نتاع مهرجانات دونك هذا عامل يخلينا ما نلومش برشا برمجه نتاع سنه كيفاش تقيمها نتاع المهرجان ما هو مهرجان بزار دولي ما نعرفش ساعه عندهم غلطه في الاسم ساعه دولي ما فهمتش ما نعرفش كيف اختاروا ما عيطوناش انا ما فهمناش انا سمعنا فما قاعده ندسينا الحق وقال مندس الوان مندس مرحبا به الاخ شبي عندنا نقصات احنا هنا اما سيفري عملنا كونفرنس دو بريس معموله للصحفيين مش معموله للعباد باش اللي هذا يحك راسه ويدخل المهرجان نتاع سنه 2011 اللي ينطلق يوم 14 جويليا مهرجان دولي مهرجان بنزرت الدولي لكن ما في حتى عرض اجنبي والكل عرض محلي لا والله يظل فما حاجات في سامحني على بحق فما دولي فما الاسامي مثلا فما اسامي لا 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 بنزرتية لا فما اسامي بلغات اجنبيه يعني اسماء عالميه يعني. حتى العروض المحليه تنجم تكون عندها طابع دولي تو لطفي بوشناق ولا حتى الملتزمد عندهم والله نسيت اسمها ثم واحدة صغيرة من شابة مغنية عايشة في تونس وتخرج لبرا وتصدر الأغنية التونسية من كي نقولوا عرض دولي مش معناه يكون بالضرورة يكون أجنبي
ثم المسرح، ثم الغناء، ثم السينما، ثم حتى عروض العرض للاطفال. كيفاش تقيم انت البرمجه نتاع مهرجان السنة؟ والله فيها وعليها، ما تنجمش السنة تقيم حتى برمجه، معناتها برغم معناتها الثوره فما عروض مانيش راضي عليها. شنو؟ كيما عرض لطيبوشناق مثلا، مانيش راضي عليه جمله، لانه ما نصورش باش يعمل جمهور. ما نصورش الشباك باش يدخل فلوس. احنا توكي برمجنا لطفي بوشناق وصابر ربيعي ظهرت كانه نوع من النشاز، وانا قلت راهو حتى معناها باش نكون معناها نزيه، اللي اغاني لطفي بوشناق ثم اغاني فيها كلمه ملتزمه وفيها الحان معناها عندها قيمه فنيه. رغم الظروف اللي تعاني فيها البلديه شفنا من الضروري انه ولو نعملوا شبح مهرجان. كنت تحكي لنا على الدعم نتاع وزارة الثقافة وقديش رصدت لك ميزانية للمهرجان. الور الدعم نتاع وزارة الثقافة هو 28,000 دينار و10 ملايين من المندوبية، وعندنا زوز عروث مدعمين، هما واحدة ب7 ملايين وواحدة ب8 ملايين، الفرقة الوطنية وواحدة أخرى، وشنو أخرى عندنا فلوس كهو. هذوما كافيين حسب رايك انت يعني للمهرجان ولا كيفاش؟ مستحيل. يعني فما رهان منكم انتوما مع انه قله الفلوس اللي ما مدفوعه. الفلوس ناقصه برشا، واحنا باش نعملوا مجهود كبير ياسر باش نحاولوا نرجعوا شويه ثقه للمواطن التونسي ولا البنزرتي باش يحس اللي كونه الدنيا عاودت رجعت. مدينه تتبرق